السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في بوت جديد للربح من التليجرام، هو بوت ويب 3 فليكس. ده هيكون بديل يا شباب نتفليكس، ولكن على التليجرام، عملة تون أو شبكة تون اتكلمت عنها في الصفحة الرسمية بتاعتها على التويتر. فبالتالي احنا هنبدأ ان احنا نشتغل على البوت ده ان شاء الله، ربنا يجعل فيه الخير. هو مشروع قوي وان شاء الله نحقق منه أرباح كويسة. هسيب لكم اللينك يا شباب في الوصف بتاع الفيديو، في طريقتين ان انت تسجل بيهم او ان انت تجمع بيهم النقاط، هي التسجيل اليومي ودعوة الاصدقاء. اول ما بنضغط على اللينك في الوصف بتاع الفيديو يا شباب بيظهر لنا البوت بالمنظر ده، بنروح كده نضغط على ستارت. بعد كده بيجيب لي الرسالة دي يا شباب زي ما احنا شايفين كده، بيرحب بيك وبيعرفك ايه هي الشروط والاحكام بتاعتهم. هنقول له اندرستود اند كونتينيو، بنتظر لما تظهر لي الرسالة دي يا شباب. بنضغط كده على جوين ويب 3 فليكس شانل علشان ننضم للقناة بتاعتهم على التليجرام، بحيث ان احنا نتابع كل الاخبار الجديدة. ارجع تاني كده. بعد كده يا شباب بنخش على ديلي لاكي درو، قال لي يو هاف ريسيفد 20 ديلي بوينت، يعني انا خدت كده 20 نقطة. اقدر ان انا اضغط كده على انفايت فريند من هنا علشان ابعت دعوة للاصدقاء عندي، وممكن ان انا اضغط على المنيو من هنا، اضغط على ستارت، بيجيب لي القايمة دي تاني يا شباب. من هنا اقدر ان انا اجيب بيانات حسابي كلها من خلال الاكسبلور، اضغط عليها واضغط ستارت، بيدخلني كده على التطبيق المصغر او الميني اب، بيجيب لي التفاصيل بتاعة الحساب بتاعي كلها. هنا ده عنوان المحفظة بتاعتي، وهنا ده الاي دي بتاعي، وهنا الاسم بتاعي. اقدر ان انا اعمل متابعة على تويتر، او ان انا ابعت الاصدقاء دعوة عن طريق اللينك ده، او ان انا اتصل بالبوت بتاع تليجرام. طبعا انا متصل بيه بالفعل. بس كده يا شباب، هو ده كل اللي نقدر نتكلم فيه عن البوت. نقدر ان انا نضغط من هنا علشان ابدأ ان انا اشوف الجايد او الدليل بتاع البرنامج او التطبيق المصغر ده، بيتكلم هنا عن البرنامج وايه اللي انا ممكن اعمله عليه زي ما احنا شايفين كده يا شباب. بس كده يا شباب، هو ده كل اللي احنا نقدر نتكلم عليه في البوت بتاع ويب 3 فليكس. حاولوا ان انتوا تجمعوا اكبر قدر من الجواهر يا شباب. هسيب لكم اللينكات في الوصف بتاع الفيديو. بكده نكون انتهينا من فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، وتابعونا على قناتنا على التليجرام هتتابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.